السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب دايما تكونوا بخير. هنعمل بقى مع بعض النهاردة الايس كريم الكريمي اللي انتوا شايفينه ده لا غنى عنه في الصيف، وبالذات لما يكون بالفواكه وفواكه طبيعية، وكمان اي حد ممكن يعمله، مش محتاج ماكينة ايس كريم، ومش محتاجين حليب مكثف، ومش محتاجين اي حاجة زيادة عن اللزوم. هنعمله بطريقة سهلة جدا، انتوا عارفين في كل وصفاتي دايما ادور لكم على الحاجات البسيطة السهلة اللي في متناول الجميع، اللي ينفع اي حد يشتريها ويعملها. كمان هنعمله في الخلاط، يعني مش هنحتاج كمان كبة ولا اي حاجة. خليكم معايا لاخر الفيديو علشان تشوفوا تفاصيله بالملي. هنحتاج للايس كريم فاكهة مجمدة، اي كمية زي ما انت عايزة. انا هنا عندي كانتالوب، بس هو مصفر شوية معرفش ليه، وعندي فراولة كنت مخزناها، وعندي كمان مانجا. وهنعوز لكل نوع فاكهة علبة زبادي وعسل كلوكوز. هقول لكم ليه بنحتاج العسل كلوكوز وكريم شانتيه وسكر بودر. هنبتدي في الخلاط، هنحط المانجا متجمدة زي ما انتم شايفين. طبعا انا طلعتها من الفريزر سنة فكت علشان اقدر اعملها كده، وهوديها على الخلاط على طول علشان اطحن المانجا بتاعتي في الخلاط، اخليها تنعم خالص. طبعا الكلام ده للي ما عندوش كبة، اللي عنده كبة على طول هيروح على الكبة وهيعمل الفاكهة بتاعته في الكبة علشان تكون بيوريه كده من غير اي مية. زي ما انتوا شايفين المانجا غلبتني شوية علشان الخلاط بتاعي كبير والمانجا كمية صغيرة. هقول لكم دلوقتي على حاجة سهلة برضو هنعملها في الكنتالوب علشان نتفادى موضوع الخلاطات الكبيرة، يعني في شفشق خلاط يكون صغير تحطي فيه الحاجة يعني يتملي. الشفشق بتاعي انا علشان كبير فالفاكهة ضاعت فيه، ما كانتش باينة زي ما انتوا شايفين، قعدت اقلب فيها كتير لغاية ما اتطحنت كويس، بس هتطحن وهتتعمل يعني مفيش اي قلق. طبعا زي ما انتوا شايفين محاولات علشان المانجا تطحن، زي ما انتوا شايفين اتطحنت وابتدت تبقى بيوريه اهي. عسل الكلوكوز بقى ايه فايدته؟ طبعا البطرمان اللي انتوا شايفينه ده كله سعره 12 جنيه، زي ما قلت لكم قبل كده في فيديوهات ليا انه الواحد ما بيستغناش عنه، بنجيبه بنحطه في التلاجة. بصوا المانجا بقت بيوريه ازاي، غلبتني شوية بس يعني اتطحنت. هقول لكم على حاجة بديلة، هنحط هنا معلقتين عسل كلوكوز في الخلاط على المانجا على طول، وهندوبهم في المانجا في الخلاط. العسل الكلوكوز فايدته انه مش بيخلي المانجا تعمل تلج، يعني بيخلي المطة بتاعت الايس كريم اللي انتوا عارفينها دي بتكون موجودة في الايس كريم، ومش بتخليه يعمل قطع تلج. اي حاجة بتشيلها في الفريزر بتتجمد وبتبقى عاملة زي قطع التلج. لا، احنا الفاكهة بتاعتنا زي ما انتوا شايفينها في اول الفيديو جبتها لكم كريمي خالص وناعمة جدا مع انها متلجة. فالفضل يرجع بقى للعسل الكلوكوز. احنا بنحط معلقتين عسل كلوكوز زي ما انتوا شايفين، وانا كده بضرب في الخلاط علشان ادوب العسل الكلوكوز في الفاكهة بتاعتي. تمام، هي كده دابت. عايزه اوريكم شكل الفاكهة بعد ما اتطحنت كويس بقى شكلها عامل ازاي. ناعمة جدا من غير ولا نقطة مية ولا نقطة مية، احنا بنجمد الفاكهة وبنطحنها. وهنا بقى هنضربها بمضرب الكهرباء، ممكن لو مش عندك مضرب كهرباء المضرب اليدوي عادي يمشي برضو، بس هتضربي كويس جدا لغاية ما الكريم شانتيه يدوب. هنحط هنا علبة زبادي، علبة زبادي واحدة. وهنحط عليها 5 معالق كريم شانتيه، وهنحط 4 أو 3 معالق سكر. طبعا السكر ده يرجع للرغبة، لو انت بتحبي الحاجة سكرها زيادة، او لو الفاكهة اللي انت جايباها مززة شوية فطبعا هتزودي السكر. انا بصراحة جبت المانجا كانت مززة شوية، لو ما كانتش مززة شوية كنت حطيت 3 معالق سكر بس، فعشان كده انا حطيت 4 معالق سكر. انت طبعا الطعم السكر ده زي ما تحبي. انا كده طحنت يعني ضربت قصدي المانجا والكريم شانتيه والسكر البودر والزبادي. زي ما انتوا شايفين الفاكهة بيوريه خالص وناعمة جدا. كده خلصت معانا اول وصفة اللي هي الايس كريم بالمانجا. هنفضيه في علبة، بصوا شكله عامل ازاي. عايز اقول لكم والله تحفة، يعني الفاكهة طعمها يجنن، وتقدري تعملي بقى كل انواع الفاكهة بنفس الطريقة. لو جبتي موز، لو جبتي خوخ، لو جبتي مشمش، هتعملي بنفس الطريقة، هتقطعي الفاكهة قطع صغيرة وتشيليها في الفريزر تتجمد، وبعدين تطلعيها تطحنيها يا في الكبة يا اما في الخلاط زي ما انت شفتي كده.
ولو كميات صغيرة زي الكنتالوب. طبعا هتشوفوا الكنتالوب دلوقتي هنعمل فيه ايه. انا حطيته في الخلاط الاول، لقيته ضايع في الخلاط لانه اقل كمان من المانجا، يعني كميته اقل من نص كيلو. بصوا ضايع خالص خالص مش هيبان. ففكرت جبت المطحنة اللي بنطحن فيها السكر، قلت اجرب فيها، لقيتها تحفة زي ما انتم شايفين في الطبق. بتطحن الفاكهة بتخليها بيوريه من الاخر ومن غير ولا نقطة مية برضو. بصوا وخلصتني على طول، يعني لو كنت عملت كده في المانجا كان زماني خلصت من بدري. هنحط هنا عسل كلوكوز برضو، معلقتين عسل كلوكوز. طبعا انا بقول معلقتين لانه احنا مش بنحط المعلقتين كاملين، هو اصلا مش بينزل من المعلقة كله زي ما انتم شايفين كده. وهنكمل ضرب علشان ندوب العسل الجلوكوز في الكنتالوب بتاعنا. وكده بقى تمام، هنفضي بقى البيوريه بتاعنا الخطير ده زي المانجا بالظبط، زي ما عملنا في المانجا. هو لونه فاتح بس انا هعالجه دلوقتي. هو تقريبا مش عارفه بقى الكنتالوب كده خلاص يعني الموسم بتاعه، عشان كده تحس انه لونه مصفر شويه، ما كانش اخضر اخضر زي ما بنجيبه في اول ما بينزل. هنا هحط كريم شانتيه 3 معالق، 3 معالق كفايه لانه الكميه قليله. وهنحط سكر بودره كمان 3 معالق، 3 معالق كبار. كريم شانتيه اللي انا استخدمته كريم شانتيه خام من عند العطار. وهنا حطيت الزبادي، وهضرب برده نفس الخليط زي ما عملنا في المانجا بالظبط، يعني بنحط علبة الزبادي وبنحط الكريم شانتيه والسكر البودر، وبنضرب المضرب البيض كده لغاية ما نتأكد انه الكريم شانتيه داب كويس جدا. زي ما قلت لك لو ما عندكيش مضرب تستخدمي المضرب اليدوي. انا هنا زودت لون اخضر، هوريكم دلوقتي اللون الاخضر لاني هزود منه تاني علشان يبين الايس كريم الكنتالوب انه اخضر، انه لونه لون الكنتالوب. بس انا ما اشتريته لقيته لونه مصفر شوية، بس طعمه جميل يعني طعمه كان مسكر بس لونه مصفر. انا هنا بصوا ده لون غذائي طبعا، استعملته قبل كده معاكم لما عملنا الكيكة الملونة في شم النسيم، واستعملته في حاجات تانية. ف يعني لون طبيعي غذائي وما فيهوش اي يعني اي اضرار، وطبعا تقدري تستغني عنه خالص وتكتفي بطعم الفاكهه، وانه مش مهم يكون لونها، عادي جدا. دي اضافات انا بقول لكم عليها مش ضروريه لو مش حابه تستعمليها. وادي النوع الايس كريم التاني، هندخله الفريزر ونرجع بقى للفراوله. طبعا الفراوله انا مخزناها كده كلها اكياس نفس الحجم، يعني مفيش اقل من كده. بصوا بتبقى متجمده ازاي. هجيب بقى الخلاط، دي هتطحن في الخلاط عادي لانه كميه كبيره، الخلاط بس مش بيطحن الكميات الصغيره قوي زي شويه الكنتالوب الصغننين اللي احنا طحناهم. ونشغل الخلاط بتاعنا بقى ونطحن الفراوله دي عشان كده يبقى نخلص الثلاث انواع فاكهه بتوعنا. بصوا بقى بتطحن بكل سهوله ازاي. تمام، هنحط برضو عسل كلوكوز 2 معالق كبار ونكمل طحن. العسل بتاعنا من اجمل الحاجات اللي في الصيف في الايس كريم، وبالذات لما يكون فواكه. يعني انا كده لما بحب اكل ولادي انا عارفه كويس باكلهم فواكه طبيعيه وزبادي، يعني مفيش اي حاجه مضره ولا مواد حافظه ولا شركه انت مش عارفه جايه منين ولا مين مسك العلبه ولا مين، يعني مش يعني اضمن حاجه الواحد يعمل كل حاجته في البيت اضمن حاجه. انا حاجات كتيره جدا كنت بشتريها خلاص استغنيت عنها وبقيت اعملها كلها في البيت، منها الالبان والحلاوة والزبدة وكل الحاجات دي موجودة في الفيديوهات عندي في القناة. اتمنى ان انتوا تدخلوا يعني وتتفرجوا عليها. وادي بيوري الفراولة زي ما انتوا شايفين اللي محطوط عليه عسل كلوكوز، بص لونه تحفة بقى الفراولة دي، مش محتاجة اي اضافة لون. لونها احمر وشكلها تحفة. حطينا علبة الزبادي، وكمان حطينا الكريم شانتيه، وكمان السكر البودر 3 معالق و3 معالق، وحطينا علبة الزبادي، وهنضربهم برضو بالمضرب البيض لغاية ما الكريم شانتيه خالص يختفي ونحس انه الفاكهة بقت كريمي كده.
طبعا الايس كريم فراوله ده طلعت كميه حلوه، علبه كبيره كده، لانه هي اكتر حاجه الولاد بيحبوها الفراوله. طبعا بصوا ده بقى طعم الفراوله، يعني انا ممكن انا كنت بضيفه على الكيكات وعلى الحاجات دي، بس انا حبيت احط نقطتين هنا. هو ريحته كده، عايزه اقول لكم شفتوا ريحه اللبان اللي هو اللبان اللي بالفراوله، بتبقى ريحته كده مميزه، وريحته يعني بتبقى ريحته جميله. انا بس كان ممكن طبعا ما تضيفيش الاضافه دي، عادي جدا. بصوا اللي انتوا شايفينه في الطبق البلاستيك ده، القطعه دي اللي انا عماله اشيلها بالسيليكون دي، قطعه من عسل الجلوكوز. العسل الجلوكوز اول ما بينزل في الفاكهه المجمده، عايزه اقول لكم بيتجمد، بيبقى قطع زي كده، فانا بطحنه كويس، ولو طلعت قطعه زي كده مفيش مشكله نرميها عادي جدا. هنحتاج دلوقتي بقى الايس كريم بتاعنا اللي اتلج 24 ساعه في الفريزر، والسكوب بتاع المعلقه بتاعه الايس كريم، والطبق اللي هناكل فيه بالف هنا وشفا. انا عايزه اوريكم شكل الفاكهه عامل ازاي لما اتجمدت، كريمي جدا، مش متلجه بقى، مش قطع تلج زي يعني زي ما فهمتكم انه العسل الجلوكوز بيفرق جدا في القوام بتاع الايس كريم. بصوا عامل ازاي، وطعمه بقى خطير، فاكهه فاكهه، انت بتاكلي فاكهه. وكمان عملناه من غير مكنه ايس كريم ومن غير اي حاجه مكلفه، ما جبناش الا عسل الجلوكوز وكريم شانتيه. تقدري تجيبي كميات قليله وتعملي الفاكهه اللي انت عايزاها. وادي الكنتالوب بتاعنا لونه حلو، ده الوحيد اللي حطيناه له لون علشان بس لونه كان مش اخضر. وادي المانجا بتاعتنا من غير اي اضافة اي حاجة، كريمي جدا وطعمها تحفة. كده الفيديو بتاعنا خلاص خلص، يا رب يا رب يعجبكم. اتمنى اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. بصوا الايس كريم بتاعنا بقى ما جينا ناكله، بصوا عامل ازاي، مفيش بقى قطع تلج فيه، ومفيش اي فيه تجمدات زي ما انتم شايفين. لما بنيجي نغرف الايس كريم بنطلعه بره الفريزر 5 دقايق علشان معلقه الايس كريم ينفع اغرف بيها زي ما انتم شايفين. بصوا عامل ازاي، يعني ايس كريم تحفه. يا رب يا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.